مصطفى، قبل ما نبدأ هذا النهار يعني نشاهدوا جميعا مقطع من برنامج ملاعب اليوم أمس، وبغيتك يعني مصطفى وبغيتك تشرح لي مباشرة عقب ذلك هذه التصريحات ديالك ديال البارح. طيب، توقعاتك المباراة؟ من الصعب لانه المقابله غادي تكون صراحه ملغومه، غادي تغالي التكتيك اكثر، لانه هذا يعني راه نهائي، ماشي نهائي ربما كيتلعب وكيتربح بجزئيات وبحيثيات بسيطه. فكنعتقد ان ربما نرشح المنتخب البرتغالي. لماذا؟ لانه عنده يوم راحه، وكنشوفوا ان المنتخب الفرنسي ماشي العاطفه كتكلم، لا ماشي العاطفه كتكلم، لانه كاين يوم راحه زائد بالنسبه للمنتخب البرتغالي. فرنسا شفنا يعني تقريبا المقابله الاخيره مع المنتخب الالماني، فكنعتقد بان اللياقه البدنيه لبعض اللاعبين فما ساعدتهمش يكملوا المقابله، فكنعتقد ان المنتخب البرتغالي يقدر يفوز بحصه 1-0. اذا هذا كان مقطع من برنامج ملاعب اليوم امس. قول لي غير فوقاش كتفرج في هذه الماتشات؟ حيت ماشي المره الاولى، دائما حتى في نهائي دوري ابطال اوروبا كنت توقعتي نتيجه نفسها، مباريات ديال نصف النهائي هي نفسها. فاكيد يعني ماشي يعني انا منجم ولا كنتنبه، لانه هناك تتكون غير احصائيات وتتكون انك متبع المقابلات، يعني الطريقه باش كيلعب بها المنتخب البرتغالي، لانه شفنا في 6 مقابلات الاولى دائما الوقت الاصلي كينتهي دائما بصفر صفر، يعني المقابله الوحيده اللي فاز بها هي امام المنتخب الوزي في 90 دقيقه. فدي كل احصائيات ونظرا للانضباط التكتيكي والدفاع المحكم للكاتبه اصدقاء رونالدو، فهي اللي جلت بان المقابله غادي تكون ملغومه، وملغومه كتلعب بحسابات بسيطه، وربما الاحصائيات كتجي فيها، فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى.